النهارده يا جماعة ده جبنة رمان، بس بصراحة شكله فريش، شكله لسه يعني طازة، بسم الله ما شاء الله، مش انه بتاع تلاجات وكده. شوفوا يا جماعة الحباية عاملة ازاي الفكرة، والله سكره زيادة جدا، حتى من شكله تحس ان هو فريش، وان هو حبيته ما شاء الله كبيرة، مش ان هي دبلانة كده متخزنة يعني في تلاجات. شوفوا الحباية عاملة ازاي، يعني بسم الله ما شاء الله، او يعني بقى شغل عزاب كده، بنقطعه على حتة نايلون كده. شوفوا طبعا ده يتفصص، اتحط في طبق بقى كده، اتحط في تلاجة بقى واتاكل بمعلقة، حاجة طازة بسم الله ما شاء الله. ده منقرب الكاميرا شوية عليه، ايوه كمان، ايوه كده. شوفوا الحباية عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله.